نعم أستاذ حسن، خلينا شوي نرجع لملف رئاسة الجمهورية. لماذا يتهم الرئيس بري أنه يرفض دعم مبادرة تكتل الاعتدال؟ الرئيس دري ما صرح اول من امس صحيفه الديار وصرح وقال انه انا وراء هذه المبادره وبعدها بعث شبابه، ولكن اليوم هو يتهم انه هو الذي يرفض ان يعقد جلسات ويرفض مبادره تكتل الاعتدال. كيف يعني كيف تركب انه هو صاحب هذه المبادره؟ هو خلف هذه المبادره وهو الذي او يكسب المزيد من الوقت او يحكى انه هو يكسب المزيد من الوقت. خلينا تيما نوضح مين المعنى الاول بهذه المبادره؟ مش كتلة الاعتدال؟ صح. شو عم بيقولوا كتلة الاعتدال؟ الأكثر تعاونا والأكثر حرصا على نجاح هذه المبادرة والأكثر مرونة في هذه المبادرة هو الرئيس نبيه. إن أصحاب العلاقة عم بيقولوا هيك، بياخذ الكلام منهم ولا من كلام من آخرين يريدون التصويت بالسياسة على الرئيس نبيه. كل ما حصل إنه استعمل هذه العبارة الرئيس بري سابقا واستعملها عن لسانه، مش قال لزميلتك روان قال لي جربوني واذا كنت عم ببلفهم؟ مظبوط، عم بقولوا عم ببلفهم خليني جربوني. الظاهر الرئيس بري بلفهم هي المره، لانه اعلن الاعتدال على عن المبادره انه على اساس مبادره طالعه من عندهم، وراحوا عملوا الجوله الاولى والكل وافق باستثناء الكتائب يمكن. لما رجع بالجوله الثانيه توضحت الامور ووضع اليه لهذه المبادره، وتبناها الرئيس بري ليكون داعم وليكون يعطيها زخم وقوة، تراجعت القوات اللبنانية. هذا دليل البلفي هون انهم لا يريدون الحوار. هن فعلا لما توصل الامور الى الجد، الى امكانية احتمال خرق حقيقي بملف الرئاسة، ما بدهم، لا يريدون انتخاب رئيس في هذه الظروف. هذه الظروف ليست مناسبة لهم لانتخاب رئيس، والذي يعطل ويعرقل الحوار من سنة وخمسة شهور لليوم معروفين مين هن، المعارضة وهؤلاء الذين يطلقون كلام في الهواء واتهامات وشعارات والى اخره، بالاخر هم حقيقه من يرفض. الخماسيه جايين الاسبوع المطلع الاسبوع القادم عند الرئيس بري، نعم، وجوله حراك جديد. طيب الا مش كلهم عم بيدعوا للحوار؟ بلى، او للتشاور؟ بلى. طيب الذي هوكشتاين ساله اللي قعدوا معه بمجلس النواب اللي طلبوا منه لقاء، سالوا ليش ترفضوا الحوار؟ يعني في حدا داعي للحوار؟ حدا بيرفض حوار؟ هذا طلع كلام منه مش مننا يعني. هن اللي التقوا قالوا سربوا ماذا دار بينهم. في حدا في لبنان في هذا الواقع اللي عم نعيشه، في هذه الازمه التي نعيشها، في هذا هذه الحرب وهذا الفراغ وكل التراكمات الموجوده وهذا الانقسام العمودي بيرفض يتحاور؟ فاذا الذي يعطل ويعرقل هم معروفون، هم هؤلاء. الرئيس نبيه بري كان واضحا لصحيفه الديار وقبل للجديد المبادرة في عز شبابها ويعطيها الزخم ويقدم لها كل سبل النجاح. يعني على المدى القريب ما في انتخاب رئيس للجمهورية بفهم منك؟ هذا متعلق بوجهة نظري. نعم، هؤلاء لا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية في هذا الظرف. هم ينتظرون تحول من، لكن من وقت من قبل، من لما كان في مسألة مهسا أميني بطهران بإيران، نعم، تذكر؟ نعم. من سنة لورا وأكثر، نعم، كانوا يراهنون على تغير كبير في المنطقة يعني يلزم أو يضغط على محور أو فريق المقاومة للتراجع خطوة إلى الوراء، تراجع عن السلام الفرنجية أو عن كثير من الشروط. تم مرق هذا الخطوع، إجت حرب غزة. هم يراهنون، الوضع القائم لا يسمح لهم بإنتاج رئيس على شاكلتهم ولا يسمح لهم بفرض شروط. الوضع القائم اليوم لصالح فريق الثنائي وحلفائه، وايضا سليمان فرنجي ما زال المرشح الاوفر حظا والاكثر قدره على جمع اصوات. بهذا المعنى نعم، لن يذهبوا الى الحوار الا اذا فرض عليهم من الخارج، واذا فرض عليهم من الخارج معناتها هناك تسويه. انا لا ارى انه التسويه قريبه. نعم، الكاتب السياسي والصحفي حسن الدور، شكرا لك.